بخير عليكم، كي دايرين؟ جيت لكم هاد العشيه عاوتاني من بعد ما رجعنا الصباح من هذاك البارو، صورت لكم الثلج في الصباح. المهم دابا حنا غاديين عند واحد الصديقه عرضنا نتعشاو عندها، ودايزين في السونتر ديال هاد الفيلا. هنا بدي ايوا هنا توبال، هنا بدي نشوفو كي كيزوقوا هاد التخربيق ديال الديور، وهذاك الشيء اللي نطراطاتي ديال الديور تاعهم. كما كتشوفوا يعني الثلج مازال شاد، لان ما طاحتش الشتا غير ملي طاح الثلج والدعوه ناشفه. وبينك هنايا كما كتشوف هذا هو الفيلا ديالنا الصغيور، فيه كلش صغيور ولكن فيه كلش تقريبا، يعني داكشي كاع اللي بغيتي تلقاه فيه. سوق البياصا هنايا، هذا كتبيع الورد. شوفوا النيغوسيات كيفاش دايرين ديال هذا المحل ديالنا حنايا، ديال هذا لا بياصا هي هذه كوموني ديالهم، كومونه وصاف يعني عادي. مره كيديروا في هاد البياصا هذه الموسيقى ولا جا شي حد، ولا صراحتين واحد هذا ديال الباتيناج. بيران نيغوسيات الحوايج كلشي. انتما كتشوفوا يعني فيلاج صغير و الناس معروفين، وحتى تخرج يعني حتى في الليل ولا هذا يعني ما الحمد لله يعني لحد الساعه يعني مزيان، ما ناس معروفين، ناس دراويش، ناس مزيانين. مهم يعني تخرج بالليل ما كاينش اللي يتعدى عليك، ما كاينش. وهذا الشيء هذا صافي، هذا تقريبا بحال خرجه من هنا، بحال كتمشي ليه هذا الجيت عبيتي كراسو بيجي فانو. وهذا الكاريفور من ديك الجهات، هنا كانت واحد كاين واحد البيتزارية، وهنا هذا الشيء ديال البنوماتيك اللي كيديروا لي غومي الروايات وداك الشيء. هنا الدخله ديال الكاريفور، هنا كيبيع الاثاث هاد النيغوسيو كما كتشوفوا، يعني فيه نيغوسيات بعادين خارجين على السونتر، او ميم طون كاين السكان يعني كاين الفيلات وهذا. المهم حنا دابا قربنا نوصلوا، حنا تقريبا وصلنا. المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. وصلنا حنا دابا ايه